اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض سمك مشوي في اول البيت. مره تشوفونا. احنا قناه Treat Yourself Twin Chef، دي قناه على اليوتيوب، بيت تعملوا سبسكرايب ولايك عشان تجيلكوا كل الفيديوهات اول باول. وكمان عندنا بيج على الفيسبوك، ياريت تعملوا لايك وشير مع كل اصحابكم. اول حاجه بنحتاجها طبعا السمك اللي احنا هنشويه. السمك اللي احنا هنشويه عادة بيكون بالقشر بتاعه، ما بيتنطفش من بره عشان الردة تمسك فيه، تمام، مغسول ومتصفي من المية. اوكي، في ناس بتحب تفتح البطن وتنظف البطن وتعمل خلطة اللي هي مثلا طماطم على فلفل على كزبرة على بقدونس وملح وفلفل وكزبرة ناشفة. اوكي، طبعا دي حاجه ترجع لكم براحتكم. وفي ناس بتحب تسيب السمك زي ما هو بطنه مقفوله، وعاده البوري بتبقى بطنه نظيفه، فطبعا زي ما تحبوا. بس اهم حاجه عشان انا كنت شفت كذا حد عمل السمك قبل كده من غير قشره، لما السمك بيتعمل من غير قشره الرده ما بتمسكش في القشر من بره، وبعدين بتمسك في الجلد، فلما بنيجي نشيل الطبقه الخارجيه عشان نوصل للحم اللي هي الجلد بالرده بيبقى صعب قوي. فلكن لما بنسيب القشر الموضوع بيبقى اسهل، تمام. فاول حاجه هنا طبعا السمك البوري بتاعنا او السمك اللي احنا هنشويه. تاني حاجه هنحتاجها مع بعض هي الرده، تمام. انا الرده ديت عباره عن، رحت العربي جبت كيس رده ناشف وكيس رده ناعم وخلطتهم مع بعض او نص ناعم، على اساس ان الرده الناعمه مش كفايه لوحدها وبرده صعب ان السمك يطلع معايا مظبوط. ثالث حاجه هو زيت السبراي، دي طبعا حاجه ترجع لكم، بس هو حلو جدا جدا، برشه على السمك قبل ما بحطه في الرده، فاللي بيحصل ان الرده بتمسك في السمك. دي بصراحه ما كانتش طريقتي، دي حد قال لي عليها ساعتها وانا بعمل السمك المشوي بيطلع مظبوط معانا، تمام. طيب خلينا بقى بسرعه. يبقى احنا محتاجين ثلاث حاجات: السمك اللي احنا هنشويه وبنسيبه بقشره، لو عايزين ننضف بطنه دي حاجه ترجع لنا، كل واحد براحته، كل واحد زي ما بيحب ياكل السمك. هنحتاج رده ناعمه على رده خشنه، وهتلاقوا في اخر الفيديو صوره الرده واسمها بالانجلش. وتالت حاجه الزيت السبراي بتاعي. هنعمل ايه بقى؟ انا حاطه هنا في طبق فويل الرده عشان يبقى اسهل معايا في السمك. هجيب السمكيه بتاعتي ارش عليها السبراي، بعد ما ارش السبراي هقلبها على الرده وارش على الوش التاني السبراي، واتاكد ان الرده غطت السمكيه بتاعتي كويس. اهو كده على الوشين، واتاكد ان مفيش رده زياده، بنفض السمكيه كده وبعدين باخدها واحطها على الشوايه. برده كذا حد كان بعت يسالني على الشوايه دي. الشوايه دي ميزتها او انا حباها علشان فيها شفاط. الشوايه دي فيها طبق تحت بنحط فيه ميه، اوكي، وبعد كده بتيجي بالشوايه الجريل العاديه اللي هي مشرشره زي بتاعه الستيك او زي بتاعه الفراخ او الهامبرجر او الهوت دوجز، وبتيجي معاها زي شوايه عاديه اللي هي الجريدل اللي هي للبانكيكس او نعمل فيها البيض الفطار الصبح او الكلام ده. انا استخدمت هنا الجريدل العاديه اللي هي متساويه اهي، اوكي، وطبعا الطبق اللي تحت حطيت فيه ميه، ماشي. فعشان انا بعمل السمك اندور عشان ما يعملش ريحه وما يعملش دخنه في البيت، انا بحب استخدم الشوايه دي علشان الفان، عشان الجو بره ساقع. طبعا لو احنا في الصيف ممكن براحتكم تطلعوا تشوا على الشوايه اللي بره، بس مش هتنفع الشوايه اللي هي العاديه اللي هي بتبقى مفرغه، لازم يبقى فيها فوق زي طبقه مستوية علشان خاطر، يعني ممكن تستخدموا صينية قديمة مش بتستخدموها، او زي لواح زهر مثلا، او اي حاجة متساوية علشان خاطر السمك ما يتهريش واحنا بنشوي، اوكي. ف
ميزه الشوايه دي برضو ان هي بتاخد مثلا 3 سمكات مع بعض، فلو عايز حد يشوي مثلا 4 سمكات 5 سمكات على مرتين هيخلص. هي بتاخد وقت طبعا عن الشوايه اللي بره، الشوايه اللي بره اسرع، بس هي بتاخد وقت. بس علشان الجو بره، احنا في شهر 12 فالجو برد وجو ساقع، فطبعا دي بتبقى حل كويس، وفي نفس الوقت ما بيبقاش فيه دخنه للبيت. فاحنا هنسيبه يستوي على الوش الاول، وبعد كده لما نيجي نقلبه هوريكم هنقلبه ازاي مع بعض. بعد حوالي ساعة لربع كان بدأ شكل السمك اهو من تحت يبقى اغمق من فوق. يعني لو بصينا هنا كده هنلاقي ان السمكة بتاعتي من هنا بدأ يبان ان هي بدأت تستوي من تحت، والردة لونها اغمق، فمعنى كده ان السمك جاهز ان هو يتقلب. خلي بالكم انتوا بتقلبوه عشان ممكن يتكسر منكم، فمحتاجين حاجة تقلبوا بيها السمك، تمسكوه بيه وتتمكنوا وانتوا بتقلبوه علشان ما يضربوش حاجة. انا هستخدم مسكتين علشان يبقى سهل في القلب معي. اهو كده انا قلبت السمك بتاعي، هسيبه ان هو يستوي على الوش التاني، وبرضو احاول بعد ما يستوي على الوش التاني ان انا احطه على ظهره شوية وعالجناب شوية، بحيث ان انا ابقى متأكدة ان هو استوى من كل ناحية. اوكي، خلي بالكم بس تاني وانتوا بتقلبوه حاولوا تبقوا متمكنين من السمكه كويس، ماسكينها من النص للاخر لطرفها، علشان خاطر لو ما اتمسكش كويس وهو يتقلب بيبدا ان هو يتكسر من النص وهيتهري منكم. فخلي بالكم بس وانتوا بتقلبوه عشان يطلع مظبوط معاكم. قبل ما السمك بتاعنا يكمل شويه، خلينا نشوف ايه اللي احنا محتاجينه علشان الخلطه اللي بعد الشوي بنحطها على السمك. طيب، دي اهم حاجة في السمك المشوي بعد الخطوات اللي احنا عملناها. الخلطة اللي بتتحط على السمك دي من الحاجات المهمة، لان هي دي اللي بتدي الفلافر والطعم للحم السمك نفسه بعد ما يتشوي. احنا خطوات الشوي عرفناها خلاص، فنشوف بقى ايه المكونات اللي احنا محتاجينها. محتاجين ملح، اوكي، محتاجين كمون، محتاجين فلفل اسود، محتاجين كزبرة ناشفة ناعمة، محتاجين شطة ده اختياري، محتاجين توم ده اختياري، محتاجين بقدونس، ده بقدونس فلاكس اللي هو المجفف، لو عايزين تجيبوا بقدونس طازة براحتكم دي حاجة ترجع لكم، محتاجين عصير ليمون او لو عندكم ليمون حابين ان انتوا تستخدموه في العصر براحتكم، ومحتاجين ملح ليمون. طبعا الخلطة دي زي دايما ما بقول الاكل اذواق، كل واحد ممكن يحط او يشيل زي ما يحب، ده الفلافر اللي كل واحد يحب يستطعمه في السمك، بس دي الخلطه اللي احنا بنحبها. وفي ناس مثلا ما بتحبش تستخدم الليمون وملح الليمون، وبتحب انها تستخدم الليمون الصحيح، طبعا دي حاجه ترجع لها، البقدونس الصحيح طبعا دي حاجه ترجع لها، بتحب تفرم توم وتحطه على وش السمك. فطبعا كل واحد زي ما يحب يعمل خلطه الخارجيه براحتكم خالص. على الخمس سمكات تقريبا او الاربع سمكات هحتاج حوالي نص كوبايه عصير ليمون، وعشان اظبط المزازه هستخدم كمان ملح الليمون. ممكن عصير الليمون الناس تشوفه كفايه طبعا براحتكم. هحط حوالي معلقه صغيره من ملح الليمون، حطيت معلقتين ملح، استخدم الكمون الناعم، معلقه صغيره ممسوحه الاسود، معلقه صغيره برضو ممسوحه كزبره ناشفه ناعمه، معلقه صغيره هرميه، توم باودر نص معلقه صغيره، مش عايزه طعم التوم يداري على كل حاجه تانية، البقدونس المجفف هستخدم معلقتين صغيرين، الشطه هستخدم معلقه صغيره. نقلب كل ده وكده الخلطه بتاعتي جاهزه ان احنا نحطها على السمك اول ما يستوي. بعد ما خلصت شوي السمك على الوشين، كل وش تقريبا اخد حوالي ساعة الى ربع، ما بين ساعة لساعة الى ربع، هجيب الخلطة بتاعتي وعليها بالظبط نص كوباية مية علشان خاطر الملح اللي انا حطيته، وعلشان خاطر ملح الليمون اخففهم شوية. تمام، وهبدأ بقى دلوقتي انزل بالخلطة بتاعتي على كل سمكة.
هيبقى عندي شوية خلطة، ممكن وأنا بعد ما أحط السمك في طبق التقديم ساعة الأكل أحطه بقى على الناحية التانية، وأحطه برضو على الوش التاني، لأن الخلطة دي هي اللي بتدي الطعم للحم السمك من جوه. وده كان شكل السمك بتاعنا النهاردة بعد ما شويناه بطريقة بسيطة وسهلة جوه البيت. يا رب تكون الطريقة سهلة وعجبتكم وتجربوه وتاكلوا سمك مشوي في أمريكا. بألف هنا وشفا يا رب عليكم، وانجوي.